صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. زيارة الجولة الأمريكية الأخيرة في 24 ساعة الماضية قد تكون عنوان المشهد السياسي لهذا اليوم. ماذا حملت هذه الجولة، خصوصا وأنه في كلام عن أنه ليس فقط الكلام جرى حول الحدود البرية إنما أيضا بالاستقرار السياسي الداخلي؟ تزامنا مع هذا الموضوع يبدأ أيلول غدا مع ما سيحمله من نتائج للمبادرة الفرنسية وعودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، خصوصا وأنه في كلام عن حسم للملف الرئاسي في الشهرين المقبلين. اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك الكاتب السياسي قاسم قصير. صباح الخير. صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. بدنا نبدأ نحن وياك من جولة الموفد الأمريكي. هوكشتاين إلى لبنان اليوم عمل جولة برم فيها على كثير مناطق لبنانية، في كلام عن حدود برية ولكن أيضا في كلام عن دعم الجيش اللبناني وهذا شيء ثابت، وأيضا في كلام عن استقرار سياسي واستقرار العملية السياسية بالداخل. برأيك بأي سياق اليوم تأتي هذه الزيارة؟ يعني أول شيء كمان صباح خير لإلي، واليوم يمكن 31 آب كمان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. صحيح. هذا الحدث بنسمع الرئيس نبيه بري بعد الظهر، لكن واضح إنه زيارة المبعوث الأمريكي، واليوم في كمان وزير خارجية إيران كمان. صح. يمكن وكمان يعولون عليها بالملف الرئاسي هلا، يعني في بعض الأجواء بهالاتجاه. هلا بالموضوع زيارة المبعوث الأمريكي طبعا في إلها بعدين، يعني حسب المعلن. هلا الغير معلن قد يكون له ارتباط ولكن ما في معلومات. المعلن هو موضوع أول شيء البدء بالحفر ومشاركته والاحتفاء بذلك، والبعد الثاني اللي حضرتك عم تحكي عنه اللي بيفضل المسؤولون اللبنانيون يقولوا عنه إظهار الحدود، يعني وليس ترسيم مثل ما البعض الزملاء بيستعملوا، لأنه الحدود مرسمة ولكن هناك اعتداء إسرائيلي على مناطق حدودية ولبنان يريد استعادة هذه المناطق، ولذلك كان مطلوب مراجعة. طبعا الأمريكيون معنيون بموضوع إبقاء الاستقرار في على الحدود بظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة منذ وضع حزب الله الخيام في منطقة تلال كفر شوبا. لذلك الأمريكيون بالشهرين الأخيرين عملوا بجهد كبير للوصول إلى تسوية ما، ونقلت رسائل عن طريق إحدى الشخصيات اللبنانية للمسؤولين الأمريكيين وللإسرائيليين بإيجاد حل، لكن يبدو أن الموقف الإسرائيلي لا يزال متشنجا ويريد تثبيت احتلاله لقرية الغجر اللبنانية، وكمان بالمقابل يريد من حزب الله التراجع خصوصا بموضوع الخيام. الحضور المبعوث الأمريكي أنا برأيي في له بعض رمزي بهذا الحرص أنه يتغدى أو يتروق على الروشة ويروح على بعلبك، يعني مش على بعلبك اللي هي أحد معاقل حزب الله، يعني على المستوى الشعبي والسياسي لا يقدر لا يزور قلعة بعلبك. في رسالة ما أنه لا، أمريكا لا تريد اليوم تفجير الوضع في لبنان، يعني هذه رسالة للداخل والخارج. إذا كان في حدا بالداخل عم براهن على تصعيد الوضع بلبنان نحو الانفجار، أو إذا كان في رهان على عمل عسكري إسرائيلي، والإسرائيليين عم بيهددوا كل يوم بيهددوا، بس طبعا قدراتهم على التنفيذ غير ممكنة عمليا. الأمريكان عم بيقولوا للجميع نحن نريد الاستقرار في لبنان، طبعا هن بيريدوا استقرار وعندهم مطالبهم، لكن ما مبين أنه أمريكا بلبنان بالذات تسعى أو تريد تفجير الوضع، سواء لأنه بسبب موضوع الغاز والنفط أو لأنه ما في مصلحة أمريكية بتفجير الوضع. هذه الشكل، يعني الصور اللي وزعتهم السفارة الأمريكية رسالة للجميع أنه لا، يجب أن نسعى للوصول إلى حلول للأزمة. هل لدى الأمريكيين أفكار؟ أنا ما عندي معلومات حقيقة، يعني إذا خلال 24 ساعة ما صح لي يعني أحكي مع حدا، لكن حسب المعلومات السابقة أن الأمريكان ما عندهم تحفظ على من يأتي رئيس جمهورية. الأمريكان عندهم نقطتين مهمين بيعنوا لهم، قيادة الجيش وحاكم مصر. حاكم مصر في لبنان. يعني لذلك الأمريكان لم يعلنوا رغم تبنيهم لبيان الخماسي، لكن ما قالوا أن والله إحنا بدنا فلان والله ما بدنا فلان أو بنفضل فلان على فلان. ما بيقولوا أصلاً. ما في شيء بارز، يعني كل اللي كانوا عم ينقلوا عن الأمريكان ما في شيء. الأمريكان بهمهم حالياً حسب تقديري يعني بلبنان بالذات الاستقرار. وهيدا رسالة، يعني لأنه هناك للأسف أطراف لبنانية لا تزال تراهن على عمل ما
عسكري إسرائيلي أو على تطور ما في المنطقة يدفع البلد إلى انفجار كبير. وطبعا من ضمن الاستهداف هو استهداف حزب الله بشكل مباشر. نعم. الأمريكان عم بيقولوا لا، وليش بده يطلع على بعلبك هلأ؟ تماما، بدي أقول لك أنه يعني التنقل والصور، يعني مش بس التنقل وقصد أنه هني أكيد مش حد نحط الصور يعني طبعاً بشكل عفوي، هذا مقصود الكلام من الروشة لبعلبك. واضح عادة المبعوثين الأمريكان أو حتى السفراء الأمريكان وقت ما بده ينتقلوا أو يروحوا ما بيعلنوا إلا إذا في احتفال معلن بيقولوا، وإذا في حساسية أمنية عادة بيلغوا نشاط أو شيء ليتصور على البيروك بالبيروك أنه برم 100% أنه راح قاعد بنص الروشة يعني وجه الروشة ليرجع يطلع بعلبك. أنا تقديري هذه رسالة للجميع، بتمنى، وهذا يمكن هيك كنا بلقاء مع أحد الشخصيات اللبنانية المهمة لأنه كانت عم بتقول بهذا اللقاء الخاص، للأسف أن بعض قادة الأحزاب والمسؤولين اللبنانيين لا يعون مخاطر هذا التحريض أو شيء، وأنه ذهاب نحو تفجير الوضع. يمكن بيجوا الأمريكان دغري مباشرة ليقولوا للناس روقوا يا شباب، الوضع بلبنان بالمنطقة أنه بهمهم الاستقرار. هذه رسالة واضحة. هلأ بالتفاصيل، يعني الملفت كان يوم صباحا سمعت الخبر هذا ما بعرف أنه بعد نداء قائد الجيش مشان الجيش، لأنه الجيش بيعني لهم كثير، قطر أعلنت يمكن امبارح أو اليوم أنه 30 مليون دولار لتأمين الوقود للجيش اللبناني، لأنه قائد الجيش من كم يوم حذر أنه يمكن نوصل إلى درجة ما عندنا وقود. أنا تقديري طبعا معروف قطر على قتب الأمريكان، يعني هلأ بنوصل على قطر في موضوع قطر يعني. وفي بالحديث عن الصور يلي تم توزيعها من السفارة الأمريكية امبارح على كل بكل لبنان، في صورة العشاء. نعم، مع قائد الجيش، مع قائد الجيش العشاء الموسع يعني كان مش ضيق. هلأ ما كان لقاء عادي، كان عشاء ببيته يعني مش لقاء بالقيادية تماما. شو هيدا الرسالة اللي أرادوا؟ نحكي بالأمريكان بيعتبروا الجيش اللبناني، وهذا مش كلامي أنا، كلام نقل عن مسؤولين أمريكان، أن الجيش اللبناني هو الشريك الأساسي للأمريكيين في المنطقة على مستوى الأمن والعسكر. هلأ طبعا احنا بالأخير مش من موقع سيادي علاقتنا بكل الدول يعني، بس الأمريكان معتبرين انه كل الفترة الماضية الجيش اللبناني العلاقة مع قائد الجيش الأمريكي جيدة، يعني ما حدا وكل القوى بتعرف هالشيء. هلأ هذا التخصيص بعشاء ببيته أو شيء، هل هو له وضع رمزي؟ أنا ما بعرف. هلأ طبعا حتى الآن يعني لم يصدر عن الأمريكيين شيء إنه والله هني بدهم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية. ما هني ما بيحكوا يعني، قصدي إنه ما رح يقولوا، لا كمان لا قالوا ولا رح يقولوا. هي كمان جزء من الرسالة للجيش، مش لقائد الجيش بالمعنى الشخصي. نعم. يعني الأمريكيون معنيون ببقاء الجيش، لأنه في رهان عند الأمريكيين إنه أفضل قوة، رغم أنه في أصوات داخل الكونغرس الأمريكي وبعض مراكز التفكير بأمريكا أنه ليش عم تدعم الجيش، وأنه الجيش اللبناني تحت سيطرة حزب الله، وبينتقدوا أداء الجيش اللبناني خصوصا يمكن بحادث الكحالي أو غيره. لا، الأمريكان معتبرين أنه لا، الجيش اللبناني هو جزء من الاستقرار ويجب دعم الجيش اللبناني، وهذه أنا تقديري رسالة بهالعنوان. هلأ بالشخصي في شيء له علاقة بقائد الجيش؟ أنا ما بعرف يعني حقيقة. نعم. لا مش بالشخصي، نحن عم نحكي بالسياسة، بمعنى أنه اليوم دعم وصول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني معروف، وكمان امبارح تغريدة السفارة الأمريكية كانت تحت هذا الإطار، أنه الدعم الجيش اللبناني. ولكن إذا بدي أدخل مباشرة على الملف الرئاسي، هل يمكن قراءة أي من جولة يعني أو الإشارات اللي بعتها امبارح المبعوث الأمريكي بشكل بصب الخانة الرئاسية؟ هلا الأمريكان معنيون، هني قالوا هالشيء على لسان إنه بانتخاب رئيس جمهورية أسرع وقت ممكن، لكن لم يحدد الأمريكيون ماذا يريدون بانتخاب رئيس جمهورية سوى العناوين الإصلاحية العامة. أنا تقديري لأنه بالأيام الماضية بلشت تسود معطيات أنه هناك كأنه شيء ضغوط معينة أو عقوبات على مسؤولين لبنانيين. نعم. مثل ما صار يعني مع رياض سلامة، بعد طيب ليش ما حطوا عقوبات على رياض سلامة لبعض ما صار خارج حاكم مصر؟ لأنه في كتير تداعيات خطيرة جدا على وضع عقوبات على حاكم مصر لبنان، وهن يعني بهمهم للمؤسسة. لا هلا يعني هن مؤسسة حاكمية مصر لبنان هي بتهمهم وضع عقوبات على رئيسها أثناء رئاسته، ما بده يعني
تضرب المؤسسة. هلا الكلام كان كله بالايام الماضية انه في عقوبات على الرئيس نبيه بري، نعم، مثلا او المحيطين فيه. ايه، والواضح انه كمان الامريكان رغم اذا كان عندهم ملاحظات على الرئيس نبيه بري ما بيحطوا عقوبات عليه، لا هو من يتحاورون وتواصل معه. اذا حطوا عقوبات على الرئيس نبيه بري في المحيطين فيه، في البعض تحدث عن عائلته، حطوا على علي حسن خليل، بس ما البعض تحدث هلا مؤخرا عن حدا مقربين الرئيس بري. يعني هلا انا ما عندي معلومات اذا في الامريكان رايحين بهذا الاتجاه، لكن واضح اليوم انا برايي الزياره اليوم الى بعد الاستقرار والى بعد دعم الجهد للوصول لانتخاب رئيس، مش انه والله بمعنى انه بدهم يدعموا شخص ضد شخص او فلان ضد فلان او عنده موقف معين. تم تقدير الامريكيين انا برايي رغم كل الخلاف معهم بالسياسات بالمنطقه او شيء، لكن على مستوى لبنان لا توجد مؤشرات أن الأمريكيين يريدون ذهاب لبنان نحو الانفجار. لا، الأمريكيون معنيون باستقرار لبنان، لأنه انفجار لبنان سيكون له تداعيات كبرى بكل المنطقة ولن تقتصر الأمر على لبنان. طيب قبل ما نفوت بالملف الرئاسي، اليوم هذه الزيارة في إلى عنوان رسمي على الأقل، قلت أنه بمحاولة لترسيم الحدود أو مش لترسيمها، تظهير إظهار هذا التعبير. أنا برأيي لازم نحن إظهار الحدود. مين بحب يستخدم هذا التعبير؟ حسب الله يفضل لا ممثل قيادة الجيش بتصور حيث يمكن اللي عمل جولة بالسفرة سفر الدول الكبرى بجنوب لبنان، قيادة الجيش عم بتقول بشكل رسمي إظهار الحدود. كلمة ترسيم أن هناك خلاف على الحدود. نحن الحدود بين لبنان وفلسطين مع إسرائيل هي أساسا مرسمة من تقريبا، بس في خلاف على بعض النقاط، خلاف على النقاط اللي محتلين الإسرائيليين. يعني بتعطيك نموذج يعني بموضوع قرية الغجر. قرية الغجر تم تظهير الحدود ب 2006 قبل 2006 من 2000، واسترجع لبنان نصف قرية الغجر لأنه هذه مناطق لبنانية. بال 2006 احتل الإسرائيليون قرية الغجر نصف الثاني، نصف اللبناني اللي هلأ كمان سماها ممثل قائد الجيش، وحتى بقرار الأمم المتحدة هلأ إذا تم إقرار التمديد خراج بلدة الماري وليس قرية الغجر، لأن قرية الغجر صار يدخل كيان صهيوني. لذلك نحن معنيون. طب هذا مش تظهير حدود، هذا استرجاع حدود، استعادة حدود. بس برأيك نوضع هذا الملف على السكة؟ هلا يعني حسب معلومات يعني افضل واحد اكثر خبير بالشان الامريكي بعلاقاته بالحدود هو النائب رئيس مجلس النواب الاستاذ الياس ابو صعب. هو قال ان هناك جهد امريكي بهذا الاتجاه. طبعا يمكن هوكشتاين ما بده يحمل هلا قبل ما يشوف الاجواء، بس واضح كان في مشكله. انا بعرف بمعلومات، بس هذا الشيء لا يكتمل قبل رئيس جمهوريه. يعني بقصد هلا ما بالضر يعني ما بالضروره هذا الملف لأنه ما بصير بلا رئيس. في امور لها علاقه، ما لها علاقه لا بمؤسسه رسميه، لها علاقه تقنية. باداء يعني في معلومات وهذه مؤكده انه شخصيات وقت ما اثيرت موضوع خيمه الخيام اللي أقامها حزب الله على الحدود، تم إرسال رسائل للأمريكان إنه إذا أنتم معتبرين هالشيء إشكال وبدكم تعالجوا، خلينا نعالج النصف اللبناني من قرية الغجر أو هلأ بسموه كمان سوريا. يعني الأمريكان أبدوا اهتمام يعني بالموضوع، بس ترسيم الحدود إنه كمان سوريا عندها لا هلأ في، لأنه في وجود إسرائيلي يعني صح. مش الموضوع مش احتلال، يعني مش وجود قوات سورية، في احتلال إسرائيلي. نعم، قصدي الحدود إذا بدها تترسم البرية إسرائيل معنية وسوريا معنية. موضوع بمزارع شبعة كمان، حتى بموضوع مزارع شبعة تاريخيا مزارع شبعة كل المعلومات إنها هي مزارع لبنانية، لكن كان في وجود سوري وقت 67، كان في مخبر سوري، لكن هذه أرض لبنانية يمتلكها لبنانيون، ما إلى علاقة سورية بالموضوع. يعني ما إلى علاقة سورية، إجوا إسرائيليين احتلوها. أنا برأيي بهذا الموضوع إحنا لازم نكون واضحين، ما نريده استعادة أراضينا المحتلة من إسرائيل. هذا هي مقطع السطر. بس حضرتك عم تعتبر أن الموقف السوري تحصيل حاصل يعني؟ اي ما السوري ما له علاقة بالموضوع. نحن هذه أرض لبنانية، نحن بدنا نسترجعها. وصار في نقاشات وطرحت، قدمت طروحات سواء عبر الأمريكان أو عبر إنه خروج الاحتلال الإسرائيلي. أنا اللي بعرفه إنه في ورقة ناقصة هي اعتراف سوري. هذه حجة عم يحتج فيها البعض إنه بدهم يبعثوا السوري. بس ليش السوريين ما بيبعثوا؟ ما دخل سوريا بالموضوع. نحن أمام، خلينا نكون واضحين، وهذا موضوع وطني وقومي، يعني ما بده نقاش.
في احتلال إسرائيلي لأرض لبنانية بكل المعلومات. هيدا مختلف. هذه الأرض لبنانية كان في بالسبعة وستين. أنا عم ناقشك إذا كل الأرض لبنانية أو في جزء منها تعتبرها سوريا أنه هذه أرض سورية. ما بتعتبرها سوريا أرض لبنانية. ما بدنا نفوت بخلاف مع السوريين بالموضوع. خلينا نسترجع. إذا في خلاف نحن والسوريين حول الحدود بنعالجها. طيب. وأساسا إذا بدك تحكي بين لبنان وسوريا بتاريخ لبنان وسوريا ما كان في فاصل كتير. يعني في هلا هذيك يوم كنت عم بحضر تقرير على تلفزيون المنار. نعم. في شي 10 قرى بقلب سوريا كل مواطنينها لبنانيين. يعني اللبنانيين كانوا طفيل. قرية طفيل معروفة أنه هي قرية لبنانية لكن داخل الحدود الآن. نعم. بدك تفوتوا لها من قلب الحدود السورية. بين لبنان وسوريا أنا برأيي ما في مشكلة. طيب. نحن خلينا نخلص من احتلال إسرائيلي وبعدين منعالج إذا في خلاف أو في قضية مع سوريا. بعد شوي في لقاء يعني من بعد وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب. وفي كلام يعني في مؤتمر صحفي مشترك قبل ما نوصل لزيارة. رجع الوزير من نيويورك لأنه هذا نيويورك شو صار؟ يعني شو كان في خلاف امبارح على بعض التفاصيل. نعم. التعديلات اللي طلبها وزير الخارجية لبنان أو لبنان بشكل رسمي أنه بإعادة الصيغة إلى السابق إعادة أو إيجاد صيغة جديدة التنسيق مع الحكومة اللبنانية. يبدو كان في اعتراض ما بهذه النقطة فتأجل التصويت إلى اليوم. ما بعرف هلا الصبح كنت عم بقرأ أنه الساعة 10 بتوقيت لبنان بده يكون التصويت. ما بعرف إذا في شيء جديد. صحيح. بس أنا تقديري حتى بموضوع قوات الطوارئ الدولية يعني طبعا بسبب الموقف اللبناني الرسمي الواضح والموقف الشعبي اللبناني ما في ممنوع تتحول قوات الطوارئ إلى قوات احتلال جديدة. يعني هذا عبارة كثير مهمة. وحتى إذا يعني إذا ما بدهم يعني بدهم يعملوا الشيء اللي بدهم إياه الإسرائيليين هن مش بس ليحموا إسرائيل لا هن إذا معنيين حماية لبنان قوات الطوارئ. ولبنان هو اللي تعرض للاحتلال ب 78 وب 82. يعني هلا دور قوات الطوارئ مش تأمين المعلومات للإسرائيليين. هذا موقف واضح. أي خلل بأداء قوات الطوارئ ستكون ثمن هو إنهاء دور قوات الطوارئ. إذا لم يكن إنهاء رسمي إنهاء عملي أي تغيير لأنه بيعرفوا قوات الطوارئ. أنا بعرف على تواصل يعني أنه معنيين بقوات الطوارئ بيدركون هني أي تحسس أو حساسية مع أهالي الجنوب أو مع الجنوبيين بشكل عام سيؤدي إلى إعاقة عمل قوات الطوارئ. للأسف بعض حتى يمكن في بعض الدول العربية عم تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بهذا الموضوع. لا نحن معنيون وشي جيد أنه كان في موقف رسمي موحد موقف شعبي موحد. أي تعديل لدور قوات الطوارئ أو أخذها إلى الفصل السابع أو غير ذلك هذا ليس لمصلحة لبنان ولا لمصلحة قوات الطوارئ. هلا ما بعرف بالضبط وين وصلت المفاوضات وشو الصيغة. لكن حتى لو طلعوا 100 قرار إذا ما في توافق داخلي وما في ارتياح داخلي هذا سينعكس سلبا على دور قوات الطوارئ. معززا حتى لما تغير نص القرار سنة الماضي تغير على الورق ما قدروا طبقوه لنشوف. طيب عبد اللهيان الوزير الإيراني جاي على لبنان من سوريا طبعا في إلى يعني مش أول مرة بيجي. صحيح. من حوالي شهرين أو ثلاثة كمان عمل مؤتمر صحفي بعد الاتفاق السعودي الإيراني لأول مرة. صحيح. وهلأ يعود. طيب ما بين التاريخين مرق كتير مطبات وملفات عالقة بين السعودية وبين إيران. اليوم في كلام عن أنه هو جاي على لبنان للتهدئة. في وجهتين نظر. خليني أقول وجهة نظر بتقول أنه جاي لحتى يقول للحزب ولحلفائه أنه روحوا على تسوية رئاسية. وفي وجهة نظر تانية بتقول أنه لا جاي يقول لهم خليكم. أول شيء زيارة هلا في الحدث كمان يمكن كان مشاركته باحتفال ذكرى اختطاف الإمام موسى الصدر. هذه إلى معنى رمزي ليجي وزير الخارجية يشارك بك احتفال. نقطة تانية بالمعلومات زيارة أتت بعد عدة تطورات مهمة بالمنطقة. التطور الأول هو تفعيل العلاقات السعودية الإيرانية. هذا التطور المهم. نعم. واللي نتج عنه زيارة وزير خارجية إيران إلى السعودية. وحسب كل المعلومات الزيارة كانت كتير مهمة. كان في اهتمام سعودي والتقى بمحمد بن سلمان شخصيا. نعم. يعني مباشرة. وفي أجواء كتير إيجابية. ومبارح المعلومات أنه السيد الخامنئي بلقائه مع الحكومة الإيرانية أكد على تصفير المشاكل مع كل الدول
مع كل الدول المحيطة بإيران، الدول العربية والإسلامية. وهذا تطور مهم كتير أنا بالرؤية الإيرانية للعلاقة. يعني هناك رغبة إيرانية استراتيجية بتصفير المشاكل. استخدم زميلنا أستاذ محمد صالح صادقين صحافي تعبير تصفير المشاكل، يعني يمكن هو نفس تعبير اللي كان داود أوغلو يستخدمه بالنسبة لتركيا، أن إيران ذاهبة إلى معالجة كل الإشكالات مع المحيط الإيراني بين اليمن. هلأ هذه المعلومات اللي بدي كملها أنا. النقطة الثانية أنه في مشكلة موجودة بسوريا، خلينا نحكي أنه نتيجة بعض تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، ومع المعلومات أنه كان في تصعيد بسوريا سواء ضد الأمريكان أو من قبل الأمريكان، إيران معنية ب يعني نوعا ما تأكيد دعم لسوريا ومواجهة أي تصعيد يعني بهذا الموضوع. لكن النقطة المهمة الثالثة هي موضوع اليمن. في معلومات من بعض المصادر اللبنانية أن السعوديين طالبوا بشكل رسمي لأول مرة بشكل يعني حسيس أنه موضوع اليمن، وأنه أي تعاون إيراني سعودي بده يتكمل. طبعا نجح التعاون إبقاء الهدنة العسكرية والمستمرة حتى اليوم رغم كل الكلام أنه تصعيد، نجح بمعالجة ملف الأسرى لكن الملف السياسي. السعوديون يعتقدون ويعتبرون أن لا يمكن إنهاء الموضوع إلا بتدخل أو دعم إيراني وتدخل من حزب الله. وقد يكون هناك رسالة، هلا ما بعرف إذا وصلت بشكل رسمي أو تم يعني إرسال إنه لازم يكون في حشد. رسالة من مين لمين؟ من المسؤولين السعوديين. هل هي رسالة أو نوع من طلب أو وصلت؟ هلا وصلت للمسؤولين حزب الله ما بعرف، بس إحدى الشخصيات بتقول إنه السعوديين عم بيقولوا إذا بدكم نتعاون سواء بالملف اللبناني أو بملفات آخر، ملف اليمن هو الأساس ويجب عالجوا ملف اليمن. نعم. وحزب الله يجب أن يكون له دور بهذا الملف. ما حدا يقلنا أنه حزب الله ما له علاقة أو حزب الله ما بيقدر يأثر، لا، نحن بنعرف حسب ما نقلت الشخصية اللبنانية عن المسؤولين السعوديين أنه مسؤولين بيعتبروا أنه لازم يكون في دور لمعالجة هذا الملف، وإذا تم معالجة هالملف نحن جاهزين للتعاون المنصة. هل وزير الخارجية الإيراني يعني بهذا الإطار يحمل هذه الرسالة كمان؟ لأنه الشخصية اللبنانية هي غير معنية يمكن بالتفاوض المباشر. مين الشخصية اللبنانية؟ يعني إحدى الشخصيات اللبنانية اللي بتتابع عادة كتير ملفات. عم بتقول أنه في إحدى الشخصيات اللبنانيات حملت رسالة من السعودية إلى حزب الله؟ هلأ حملتها لحزب الله بشكل رسمي أو هي عم بتقول أنه السعوديين بلغوهم بلغوا أنه أي حل للبنان لن يتم قبل معالجة ملف اليمن. وإذا بتريدوا يكون في تعاون سعودي للملف اللبناني يجب معالجة ملف اليمن. هذه الرغبة السعودية. نعم. أو وجهة نظر. طب ليه السعودية بدها ترسل هذه الرسالة إلى حزب الله وهي تتحدث مباشرة مع الإيراني بملف اليمن؟ هلا هذا يعني هي عم تطلب انه هلا هالكلام يبدو تبلغ للايرانيين بس الشخصيه اللبنانيه سمعته، يعني يمكن يكون عن اكثر من قناه. انا تقديري هلا انا ما عندي معلومات اليوم اذا وزير الخارجيه سيحمل هذه الرساله او سيدفع بهذا الاتجاه، لكن هناك مصلحه ايرانيه اليوم ومصلحه لحزب الله بمعالجه ملف الرئاسه اللبناني والاسراع بظل ما يجري في المنطقه من تطورات. يعني كل استقرار بلبنان بيخدم إيران وبيخدم حزب الله. وعم بتقول اليوم أنه مثل كأنه في رسالة سعودية أنه لحزب الله إذا بيشارك بحل اليمن اليوم تفرج يعني هذا قضيته سيساعد الرئاسية سيساعد في ملف الرئاسة بمرشحه. هلأ بمرشحه بغير ما بعرف لوين بدها توصل. نعم. هلأ النقاش بالموضوع الرئاسة اللبناني هو أي تسوية ستحصل، يعني سواء بمرشح حزب الله أو أي مرشح تاني. حزب الله حسب كل المعلومات منفتح على كل الخيارات، يعني صحيح حتى على خيارات غير سليمان فرنجي. انا بكل المعلومات هو يدعم استاذ سليمان فرنجي بس مش معتبر انه هذا الخيار هو الخيار النهائي والمطلق وانه ما راح يصير غيره. يعني بالاخير بده حوار وبده تسويه. مجرد عم يعلن حزب الله انه استعداده للحوار انه منفتح، حتى بالحوار مع التيار الوطني الحر لم يبدا هذا الحوار انطلاقا من انه مرشحنا سليمان فرنجي نقطه على السطر. بدا هذا الحوار مجددا على قاعدة الترشيح منفتح مفتوح. هلا عندنا مرشح وبندعمه وبنشتغل. انا تقديري نحن اليوم امام يعني بحث جدي
بهذا الموضوع. يعني الإيرانيين معنيون، هلا بالضبط شو بده يعمل عبد الله، يعني حقيقة ما صح لي يعني لا احكي مع حدا ايراني او اسمع، لكن تقديري كمان هذه الزياره بهذه اللحظه هي نوع من مساهمه، لا مش بالتصعيد، بالسعي للوصول الى حلول وليس العكس. ايران معنيه اليوم لمواجهه الضغوط في المنطقه ولمعالجه بعض الملفات بالاستقرار، مش بالتصعيد. طبعا التصعيد الوحيد اللي ممكن يحصل هو مواجهه الاسرائيليين اذا الاسرائيليين ذهبوا الى عمل عسكري. هذا امر مستبعد حالي. يعني الاسرائيليين عم بيهددوا، والسيد حسن رد على تهديد الاسرائيليين، والايرانيين ردوا، والمقاومه الفلسطينيه ردت، لكن ده يعني المكان الوحيد اللي ممكن ينشا عنه نوع من تهديد هو الموضوع الاسرائيلي. اما مع السعوديه بالمنطقه دول المنطقه، لا ايران معنيه بالتهدئه على امل انه توصل لنتائج. هلا طبعا لبنان هو جزء من هذه التهدئه، يعني هناك مصلحه للسعوديه لايران ولحزب الله للتسويه، بعكس ما ترغب به بعض الاطراف اللبنانيه انه لا بدنا نروح على الضغط ونروح على التصعيد. الضغط والتصعيد كرمال شو ممكن يعني؟ ممكن يمهد عبد اللهيان كمان لعوده المبعوث الفرنسي، لانه كمان فرنسا يمكن وان كانت بعثت رساله شوي قاسيه، يمكن الايرانيين ما عجبتهم كثير وحزب الله ما عجبته انه دور ايران، لكن انا برايي هناك مصلحه ايرانيه وفرنسيه مشتركه بالوصول الى تسويه. نعم، طيب ما هي هذه التسويه، خصوصا وانه تبدو العلاقه الفرنسيه الايرانيه متوتره من بعد كلام من الرئيس ماكرون الأخير بتحميل إيران مسؤولية عدم الإفراج عن المعتقلين، منهم من فسر هذا الأمر لبنانيا على أنه إشارة على لحزب الله مباشرة، على أنه اللي كان عم يراهن عليه حزب الله بالمبادرة الفرنسية لمصلحة مرشح وسقط. عبد اللهيان يحضر للودريان على تسوية، شو عنوان هذه التسوية خصوصا وأنها تتزامن مع مساعي قطرية بدأت تقف مفاصل إعلانها، ومن بعدها بدنا نحكي عن كل هول لأنه كمان قطر عم تتحرك. قطر وسلطنة عمان عم تتحرك، وهناك تفاوض أما مباشر أو غير مباشر إيراني أمريكي. نعم. يعني إذا كانوا الفرنسيين بيزعلوا شوي، الأمريكيين حاضرين يعني، بس مشان معلومة. ما هن الفرنساويين زعلانين لأنه الأمريكيين فاتوا على الخط. لأنه فاصل قصير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا والى هذه الحلقه مع ضيف استاذ قاسم قصير، بدي ارجع رحب فيه. كنا عم نحكي عن تسويه، انه اليوم في بوادر تسويه بلبنان الجميع يريدها، يعني انطلاقا من زياره الوزير الخارجيه الايراني والتمهيد لزياره لودريان مع جهود قطريه. ماذا سيحمل لودريان معه؟ وكيف سيمهد له يعني الوزير يعني الإيراني؟ رغم كل الاعتراضات سواء بالشكل أو بالمضمون على نشاط لودريان، لكن المبادرة الفرنسية مستمرة. لكن النقطة الثانية أنا برأيي هو عودة الدخول الأمريكي على الخط. هلأ هذه العودة الأمريكية هي لدعم الحراك الفرنسي أو لتجاوزه أنا ما بعرف، بس بالمعلومات أو لتصويبه ممكن بالمعلومات المؤكدة أنه إضافة للجهد اللي عملته قطر سواء بالملف اللبناني أو بملف العلاقات الإيرانية الأمريكية، واللي أدى إلى هذا الاتفاق باللحظة اللي كان الكل عم يحكي عن تصعيد بالمنطقة، حصل اتفاق إيراني أمريكي بشأن المعتقلين والرهائن وبشأن الجانب المالي، ويبدو أنه هذا الموضوع مستمر. بموازاة ذلك في معلومات بتقول أنه هناك مفاوضات إيرانية أمريكية بسلطنة عمان. هل هي مفاوضات مباشرة يعني بمعنى عم يلتقوا مع بعضهم، أو غير مباشرة أنه في وفدين وعم بيصير نقاش؟ والجو حسب المعلومات جو إيجابي. نعم. إذا صحت هذه المعلومات وتم التأكد، أنا برأيي يعني ممكن أي تسوية بدها تتم بلبنان أن يكون الأمريكيون جزء منها، ويمكن من هون هذه الإشارات لمجيء هوكسان أو هوكشتاين إلى لبنان عم بيبعتها، ان احنا معنيون بالاستقرار وبالتسويه ولازم تسرع بالموضوع. هل هالشيء رح يدفع الايراني؟ لان الايرانيين بيعتبروا انه اي تسويه حزب الله مسؤول عنها. نعم. الملفت كان كمان قبل يومين ثلاثه وقت ما السيد حسن عم بيقول انه حزب الله انجز اجوبته على مطالب الاستاذ جبران باسيل، وان الحوار
سينطلق يستكمل يعني، دليل انه حزب الله كمان عم بيسرع، يعني عم بيسرع بمعنى مش انه بده ينطر وقت طويل. انا تقديري كل هالمعطيات بتشير انه في حراك جدي بالشأن الداخلي، لكن هناك اطراف لبنانيه يا اما مش عاجبها هذا الشيء افتراضا، او بدها تضلها معترضه. الخوف انا برايي من هذا الفريق اللبناني اللي هو تقريبا ما يسمى تكتل المعارضه، واللي عم بيحاول يبحث عن خيارات اخرى. يعني امبارح كان ملفت اجتماع اللي صار بين وفد المعارضه وتكتل لبنان الاعتدال، انه بده يبحثوا عن خيارات. اوكي، هل هذا اسمح لي، موقف وفد المعارضه وتكتل الاعتدال يشبه موقف المملكة العربية السعودية على مستوى الحوار؟ لأنه نحن بنعرف في شيء جديد صار. أنا امبارح لفتني وبتمنى يكون شيء جدي، لأول مرة عم بيبحثوا عن خيارات أخرى. يعني هن دائما إنه والله عنا عملنا هالشيء وما بدنا نتخلى وما بدنا نتراجع وما بدنا حوار مع حزب الله. أنا تقديري يعني يا أما تلقوا رسالة ما افتراضا إنه لا تعالوا رجعوا عملوا، يعني بعد الموقفهم اللي بعثوه للودريان واطلقوه 31 نائب، هن بعثوه على مساله الحوار على اعتبار انه اي حوار قبل انتخاب رئيس جمهوريه يمكن ان يسمى كالدوحه او هن ما بدهم يتخطوا الطائف. هذا كان يتخطى الطائف. هلا موضوع الطائف، مساله موقفهم الحوار بيتعلق بهذه النقطه تحديدا. موضوع الطائف لا حزب الله ولا الرئيس نبيه بري ولا الاستاذ سليمان فرنجيس بنحكي هو كونه مرشح او اي حدا ثاني عم يحكي باتفاق الطائف. إذا بدك بالعمق يمكن، بس ما هيك عم بيقولوا حوار على ماذا؟ روح انتخبوا رئيس حزب الكتائب عنده وبعدين بنعمل حوار. إذا بدك بالعمق، إذا حدا بده يجي يطالب هلا اللي عم يدعوا للفيدرالية واللي عم يدعوا لبعض عم بيتجاوزوا حتى للمركزية المالية الموسعة، هي تجاوز لاتفاق الطائف. إذا حدا بده اتفاق الطائف بده ينطلق لاتفاق الطائف مثل ما هو، مثل مش مثل ما يريدون. يعني في ناس ما بده أصلا اتفاق الطائف بالتنفيذ. أنا بس عم بقول لك على مسألة موقف المعارضة ليش كان رافض للحوار، لأنه لا رافض للحوار لأنه السعودية اللي رافضة أي حوار يمكن أن يعالج بنود أخرى غير رئاسة الجمهورية. لا هو حتى المبعوث الفرنسي لا طرح اتفاق الطائف ولا طرح تجاوز اتفاق الطائف، عم يطرح انتخاب رئيس جمهورية. المعارضة مزعوجة لأنه بدها تتحاور مع حزب الله وهن ما بدهم يتحاوروا مع حزب الله. أنا بتمنى بهالموضوع خاصة لقادة المعارضة، يعني الدكتور سمير جعجع، الدكتور فارس سعيد رغم أنه ما عنده كتلة نيابية، الأستاذ سامي جميل، ميشيل معوض، أشرف ريفي، وضاح الصادق مع حفظ الألقاب، ولا يعقوب لام، مارك داو، هول الرؤوس المتشددة اللي يعيدوا النظر به سواء بالأداء أو بالمضمون أو بالرؤية. نعم. هذا الاستمرار بالتصعيد بالمواقف والهجوم سواء على حزب الله، حتى اللي عم يتطور أحيانا عم بيصير مش هجوم بس على حزب الله، عم بيصير حسب بتفسيرات بعض القيادات حتى اللي غير حزبية صار عم يستهدف الطائفة الشيعية كلها سواء، عم بيعمل نوع من استفزاز وعم يعمل نوع من توتر. اللي شفنا مظاهره بحادثة الكحالة، واللي لو ما في توتر ما كانت تطورت الأمور. نحن معنيون اليوم إذا كنا بدنا نوصل لحال إعادة النظر أول شيء بالخطاب وبالأداء. لا يمكن لا يمكن الوصول إلى تسوية متكاملة سواء تحت اسم سليمان فرنجي أو جوزيف هون أو أي رئيس بديل. وأنا تقدير الأمور مفتوحة. مش صحيح انه والله حزب الله وحركه امل مسكرين الباب وخلاص. لا حزب الله عم بيقول منفتحين على اسماء غير سليمان فرنجي تحت غطاء تسويه، تحت انه تسويه وطنيه. والحوار حتى بين حزب الله والتيار الوطني الحر ما انطلق انه فقط سليمان فرنجي، انطلق من لائحه انه مفتوحه، مروحه مفتوحه. من هون بقيه الاطراف يا انه هي مزعوجه من انه يصير في تسويه وهي ما تكون شريكة فيه، أو هي بدها تفشل التسوية، وهذا كتير خطير جدا. يعني هلا هي بدها تفشل أنه أن يؤدي حوار حزب الله التيار الوطني الحر على مرشح تسوية لأنه هي مش داخلها. بس إذا كان بس أنت حضرتك بتعتقد ممكن يجرى أي جمهورية من دون ما يكون في تسوية وطنية عليه؟ هلا هي الأفضل لمصلحة البلد أن يكون في تسوية وطنية، بس إذا يعني حتى لو اتفقوا حزب الله والتيار بضل بدهم غطاء وطني. هلا يعني هلا ممكن بقيه الاطراف السنيه الحزب التقدم الاشتراكي يكونوا شغل. لذلك حتى السيد حسن بخطابه الاخير كان عم بياكد الحوار بين التيار وحزب الله هو حوار بين الحزب والتيار. لكن نحن نحتاج الى تفاهم وطني. ما في مجال، لكن في مشكله. وانا برايي يعني كثير هذه قضيه كثير مهمه.
هو القوى اللي هي معترضة على أي حوار مع حزب الله وأي تسوية، هذه القوى هلا ما بعرف قديش قدرتها على التعطيل، هل تقدر تعطل اذا صار في تسويه الى بعد اقليمي ودوله؟ ما حدا عنده قدره على التعطيل، بس انه حتى بالداخل يعني يجب ان نهيئ انفسنا ونهيئ اللبنانيين للتسويه. نعم. لانه هذا الشحن اللي عم بيتم، هذا الشحن بالخطاب وبالاداء وبالجو التصعيدي عم بيؤدي الى توتر، في ناس صايرين مثل انه كانه ما خلص انه بدنا نخلص، وعم هذا موضوع التقسيم والفيدرالية كل. نعم. هذا المنطق نتيجه خطاب تصعيدي. نعم. اذا كان هناك من يريد الاستقرار بالبلد والوصول الى رئيس جمهوريه يستطيع ان ينقذ البلد، ما بينحل إلا بتسوية وطنية، وهذه التسوية بدها شركاء. هذه اللحظة رغم الجو التصعيد اللي يمكن موجود بسوريا الآن أكثر شيء، يعني خوف من سوريا، لكن على مستوى الدول الكبرى بالمنطقة يعني إيران والسعودية وعلى مستوى أمريكا ما مبين أنه هن يريدون تفجير الوضع اللبناني أو ذهاب الوضع اللبناني إلى تفجير معين. نعم. طيب خلينا ناخد معنا على باتصال يعني رئيس لجنة أبناء العرقوب ومزارع شبع الدكتور محمد حمدان. دايما دكتور محمد حمدان بده بيوضح كتير أوقات لأنه بالمسائل اللي بتتعلق بالحدود والخلاف على مزارع شبعة وعلى يعني الإشكالية حول لبنان وإسرائيل أو دخول سوريا بالموضوع، دائما بيصير في إشكالية ولغط حول هذا الموضوع. دكتور محمد حمدان صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور لإلك ولضيفك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. دايما بتعمل مداخلات معنا عندما يكون الكلام يعني يطال مسألة ترسيم الحدود وشبعة والخلاف حول المزارع واللبنانية السورية والاحتلال الإسرائيلي. تفضل، بدي أسمع رأيك بالموضوع. في نقطتين حقيقة بدي أضيفهم حول اللي ذكرتي حضرتك واللي ذكره الصديق والزميل السابق الأستاذ أسن قصير، كان زميلنا أيام الجامعة. فبدي أوضح نقطة المخفر السوري اللي ذكرها، ونقطة إنه بدنا اللي ذكرتيها حضرتك إنه مطلوب ورقة من سوريا. النقطتين هو اللي بدي اوضحهم بس. تفضل. اول شيء بالنسبه للمحفر، المحفر عام 55، هذه وثيقه رسميه قدامي، عام 55 لضرورات امنيه ومنع عن التهريب سمحت الحكومه اللبنانيه من خلال ممثلها في اللجنه الامنيه السوريه العقيد جميل الحسامي بانشاء مخفر يضعه السوريون واللبنانيون على الحدود، وسمي بمغفر زبدين المؤقت في مزرعة زبدين، يعني اللي هي مزرعة آل حمدان مزرعتنا. فوضع هذا المغفر بشكل مؤقت وكان فيه نصه جنود درك لبنانيين والنصف الآخر جنود سوريين، مخفر مشترك لضبط الحدود والتهريب على الحدود. وهذا المخفر انسحب منه اللبنانيين والسوريين عام 66 قبل الحرب، عندما دخلت إسرائيل حرب 67 لم يكن هذا المخفر موجود. هذه النقطة الأولى، وهو مخفر مشترك، مش سوريا اجت حطته عنوة بأراضي لبنانية، لا هو بقرار لبناني سوري مشترك على الحدود. هذه أول نقطة بس للتاريخ يعني حتى تكون واضحة، حتى ما يصير في يعني أي إشكالية بالموضوع. هلا ب عام 1934 جرى ترسيم للحدود في منطقة مزارع شبعة، وأودع هذا الترسيم لدى عصبة الأمم المتحدة. ليش صار الترسيم؟ لأنه كان في مشاكل بين الأهالي من بلدة شبعة وبلدتي مجدل شمس وجبهة الزيت الموحديتين السوريتين على اقتسام منابع المياه والرعي وغيره في الجبل. نعم. فتحت سلطة الانتداب الفرنسي اجتمع مخاتير البلدات الثلاثة، يعني مختار بلدة شبعة اللي هو عبد الصمد ماضي، ومختار جبهة الزيت أسعد العاصي، ومختار مجدل شمس أسعد كنج، بوثيقة وقعوها ورسموا الحدود، ومن ثم تم ترسيم هذه الحدود لاحقا وأرسلت إلى الأمم المتحدة. بتقول الباحثة اللبنانية الدكتورة المحامية ماري غنطوس في كتابها مزارع شبعة والقانون الدولي العام
بتقول انه اودع اتفاق لدى عصبة الامم المتحدة عام 1934 يظهر بدوره مزارع شبعة داخل الحدود اللبنانية، وعام 1942 جرى ترسيم جديد وقام مدير قسم الجيولوجيا تحت الانتداب الفرنسي جودور تري بإعداد خرائط جديدة، وكانت تلك الخرائط لا تزال تظهر مزارع شبعة داخل الأراضي اللبنانية. وجرى ترسيم آخر للحدود في 12 كانون الأول سنة 49 تحت إشراف الأمم المتحدة، عقد اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل. هذا بالنسبة لموضوع الحدود. المنطقة الوحيدة المرسمة الحدود فيها رسميا بين لبنان وسوريا هي في منطقة مزارع شبعة. وفي عندي وثيقة أيضا بسنة 46 بعثت سوريا، هي وثيقة رسمية مسجلة في وزارة الخارجية اللبنانية، جايبها أنا تحت رقم بوزارة الخارجية، بعثت سوريا برسالة إلى الحكومة اللبنانية تحمل الرقم 124-52-574 تقول بأن مزارع شبعة هي أراضي تحت السيادة اللبنانية خلافا لما ورد في بعض الخرائط. نعم. أيضا بناء على موضوع الورقة بتاريخ 24/10/2000 عندما انسحبت إسرائيل وقدم كوفي أنان تقريره إلى الأمم المتحدة، بيقول المندوب السوري ميخائيل وهبي قدم رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة يقول فيها بأن مزارع شبعة لبنانية. كوفي أنان بتقريره بيقول أن سوريا قد أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأن السيادة على مزارع شبعة تعود إلى لبنان. الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2003 في حديث إلى صحيفة نيويورك تايمز مش لصحيفة محلية يقول بأن خلافا للمزاعم الإسرائيلية حول عدم لبنانية مزارع شبعة إنها جزء داخل لبنان، يقولون أنه سوري ونقول نحن لا إنه لبناني وليس سوريا. هذا رئيس جمهورية. هذه الوثائق جميعها تثبت أن هذه من جانب سوريا اللي بيقول أنه لازم يبعثوا لنا ورقة، بعثوا لنا 100 ورقة رسمية معترض فيها. إضافة لذلك للمعلومات أيضا، هذه الأراضي أراضي مزارع شبعة اللي هي تابعة لشبعة، يعني خراج بلد شبعة، هذه الأراضي مسجلة في الدوائر العقارية في صيدا قبل نشوء محافظة النبطية، كانت تابعة لمحافظة الجنوب بصيدا. ففي وثائق رسمية يعني سجلات رسمية تسجيل أراضي مسح اختياري مسجلة في الدوائر العقارية. فكل هذه الأمور نحن أثبتناها أكثر من مرة بأن هذه أراضي لبنانية، أراضي لبنانية لا لبس فيها. أوكي. لذلك في نقطة تانية كنت بدك توضحها. نقطتين، موضوع يعني المخبر وموضوع الوسائل. حولها نقطتين، يعني حولها نقطتين بس. إذا في شيء بتحبي أنت تسألي عنه أنا حاضر. مرسي كلك ذوق. إنه عم تقول إنه مزارع شبعة هي لبنانية باعتراف سوري على أكثر بأكثر من مرحلة وبأكثر من سنة، وحتى قدموا لها المخبر المشترك والمخبر سوري. أنا كنت معلوماتي إنه كان في سوريين بالمخبر وقت الاحتلال، يبدو حسب ما عم بقول الدكتور محمد إنه لا، المخفر مشترك والسوريين سحبوا منه قبل 67، لكن الإسرائيليين احتلوا مزارع شبعة بال 67. الرئيس نبيه بري كان عنده نكتة دائما يكررها إنه مريم بنت عمران مين بيها؟ فإنه هذا السؤال، مريم بنت عمران، فمزارع شبعة لمين تابعة؟ يعني والمزارع شبعة لشبعة، يعني طبعا هذا عم نأكد شيء اللي عم بقوله الدكتور، إنه أنا برأيي النقاش هو تحرير الأرض وليس الملكية بالمعنى ذلك، مع تثبيت الملكية، لكن نحن أمام احتلال إسرائيل. واليوم إذا الأمريكان بهمهم استقرار بالمنطقة بدهم يعرفوا أنه لا يمكن الاستقرار بالمنطقة في ظل احتلال إسرائيلي، سواء على الحدود اللبنانية الفلسطينية أو حتى بموضوع فلسطين إذا كان هناك. خلينا نشكره بس رئيس هيئة أبناء العرقوب، شكرا لك دكتور محمد حمدان على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك.
كنت بدي أكفي أنا وياك قبل ما يخلص وقتنا، كنا عم نحكي عن وساطة عمان بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وإيران اليوم إلى أي مدى هيدي رح تسهل ملفات المنطقة ومنا لبنان، لأنه كمان حكيت عن لبنان وعن نضوج التسوية قريبا. طبعا أي توافق إيراني أمريكي، خلينا نكون يعني واقعيين، أي توافق أو أي اتفاق ينعكس إيجابا بكل المنطقة، ولبنان يعني أحد الملفات الأساسية، بغض النظر أن الإيرانيين دائما بيأكدوا على أنه حزب الله يعني هو صاحب القرار بالشأن اللبناني، لكن نعرف بالأخير هذا النقاش أو هذا نوع من الصراع اللي بيصير بالمنطقة بينعكس على لبنان، يعني مثل ما بالنسبة لإيران والسعودية. صحيح أنه مثلا العلاقة أو الانعكاس منه مباشر بالمعنى، لكن بيأخذ جو معين. من هون أهمية، أنا برأيي إذا استكملت هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية مثل ما صار قبل شهر تقريبا، هذا اتفاق اللي حصل واللي كان مفاجئ للكثيرين، يعني كثير كانوا عم بيحكوا بتصعيد بالمنطقة وفجأة بيطلع في اتفاق إيراني أمريكي برعاية قطري. واليوم اللي عم بيصير بسلطنة عمان، إذا تأكدت المعلومات أنه هذه المفاوضات مستكملة وكان عم بتتم، أنا تقديري بدأت تنعكس، خصوصا أنه هذه بتريح حتى السعوديين، لأنه كمان نحن بنعرف الأمريكان العلاقة السعودية الإيرانية، الأمريكان كانوا ما بين مرحب وبين متحفظ، إذا صار في توافق أمريكي إيراني بتصير السعودية تتشجع أكثر سواء للملفات الأخرى. لكن بيبقى أنا برأيي الملف الأهم بالنسبة للسعوديين، ما بعرف الأمريكان بهذا الموضوع، هو ملف اليمني. لذلك كتير مهم اليوم، وهذا يعني لازم يعني سواء إيران أو حزب الله، أنا تقديري المساعدة في الوصول إلى تسوية يمنية، وطبعا بما يأخذ بالاعتبار مصالح الشعب اليمني والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة كتير مهم، لأنه بريح المنطقة كلها سوا، وبينعكس مش بس على لبنان، يمكن ينعكس على سوريا، بينعكس على ملفات أخرى. نحن بحاجة إلى دعم التسوية بلبنان وبالمنطقة. بيبقى الكلام لللبنانيين، بيظل هذه المعطيات إذا صحت وتأكدت أنه في تسويات بالمنطقة، مش في تصعيد مثل ما البعض عم بيراهن، وأنه في حرب وفي ما بعرف دمار، نحن كلبنانيين معنيون أن نلاقي هذه التسويات. يعني هذا العناد اللبناني اللي كل مرة بيجي بلحظات معينة، سواء من أيام اتفاق الثلاثي وصولا لاتفاق مورفي، أنه لا، أنا تقديري والأسماء اللي ذكرتها 8 شخصيات اللي هي عم تتولى اليوم قيادة قوى المعارضة معنية اليوم بإعادة القراءة بخطابها، هذا الخطاب اللي عم بتم، هذا التحريض بشكل أو بآخر، خصوصا الأستاذ سامي جميل عم بيخوض الآن حرب دفاعا عن الكيان والوجود، بغض النظر هني عم بيقولوا نحن مش حرب عسكرية، لكن هذا التصعيد اللي عم بيتم واللي عم بينشر يوميا وعم بيتم يعني تحريض، هذا لن يكون لمصلحة أحد. وسيكون له انعكاسات خطيرة سواء بمواجهة التسوية أو أي اتفاق سيحصل من هون، حتى الناس ما تضطر بلحظة ما تنزل عن الشجرة بقوة بتتكسر، ينزلوا عن الشجرة شوي شوي، بلشوا لتسوية وطنية، بلشوا يقولوا نحن بحاجة إلى حوار، وهذا خطاب العزل وعزل حزب الله ورفض الحوار مع حزب الله. لا، هن عم بيقولوا يعني هن رفض الحوار قبل الرئيس مش بعد الرئيس، لأنه هم هم يرون بأنه من يمكنه أن يدير الحوار بين اللبنانيين هو رئيس جمهورية. سبق الرئيس نبيه بري أدار حوار بين اللبنانيين. طب بس اليوم اختلف الوضع السياسي، هم اليوم عم بيقولوا بدنا رئيس جمهورية. هي القوى اللي اليوم عم بترفض، مش الدكتور جعجع والقوات اللبنانية، نزلوا شاركوا بحوار بمجلس النواب برعاية الرئيس نبيه بري. استاذ قاسم، اليوم اختلف الوضع، اليوم في فراغ رئاسي صاير عم يتكرر من وقت الخروج السوري، كل المواعيد الدستورية تضرب. اليوم في كلام عن انه رئيس الجمهورية يجب ان ينتخب قبل اي شيء اخر. كيف بدنا ننتخبه اذا ما في حوار وما في تسوية؟ لا يمكن، نحن امام انقسام مثل ما بيقولوا بالمجلس النواب على الوضع الداخلي، انقسام واضح، ما حدا بيستطيع ينتخب رئيس جمهوري لوحده بدون اتفاق. قبل ما تخلص حلقتنا اليوم، جريدة الشرق الكويتي القطرية كتبت
عن دعم قطر، إعلان دعم قطر للجيش اللبناني للست أشهر الجايين على مستوى الفيول، وأيضا قالت أنه قطر تبذل جهود للاستقرار السياسي بلبنان، شو بتعني؟ واضح قطر ليست المرة الأولى، يعني من اتفاق الدوحة ومن حتى بحرب تموز الدور القطري، وقطر يمكن خلال هالعشرين سنة تقريبا تعزز موقعها ودورها، وهي عم بتكون مكان لمفاوضات وحوارات سواء إيرانية وأمريكية أو لبنانية. أنا تقدير الدور القطري أحيانا بنوب عن الدور الأمريكي، يعني الأمريكيين إذا ما بدهم هن يفوتوا مباشرة، القطريين بفوتوا بشكل سواء مع طالبان أيام زمان أو مع إيران أو مع دول أخرى. أنا تقدير الدور القطري مكمل للدور الأمريكي والدور الفرنسي، وليس هناك تعارض. نعم. وقطر إلى مصلحة، مثل ما لأنه قطر شريك اليوم بموضوع الاستخراج الغاز والنفط. أهم شيء بالبلد الآن هو اللي بيعطي أمل لهالبلد هو الغاز والنفط. طالما في بحث عن الغاز والنفط وفي أمل أنه يطلع في غاز ونفط، هذا يعني أنه ما حدا له مصلحة. نعم. بالحرب أو بالتوتر، بدهم استقرار، وهذا لمصلحة مش لبنان، المنطقة كلها. هو على شرط بس ما يبيعوه قبل استخراجه، يعني قصدي أنه اليوم اللبنانيين كلهم أنه ناطرين مستقبل لهذا الملف تحديدا، مشان هيك يمكن اللي عم يطلعوا، بينما هلأ في قوى سياسية بلشت أنه إيجاد صندوق سيادي قبل ما إذا إجاد صندوق سيادي ائتماني. لذلك أنا برأيي نحن يعني في مرحلة خلصت كل هذا الحجم الفساد وحجم المشاكل. برأيك خلصت فعلا؟ يعني على الأقل انتهت من ناحية النظرية، بالمعنى أنه كان في حاكم مصرف لبنان شريك لمجموعة، هو كل الأطراف اللبنانية ما عاد فيها تكمل مثل ما كنا بالسابق. نحن أمام لحظة جديدة، من شان هيك لازم كل الأطراف اللي هي بتدعي أنه بدها مصلحة لبنان وسيادة لبنان، نعم، لازم تكون شريكة بتسوية تحفظ ثروات اللبنانية وتأمن ما يسمى مسار إصلاحي، ويمكن تنجح بإيجاد رئيس. يعني ليش أنا برأيي ليش معتبرين أنه والله ما في إلا خيار واحد؟ يمكن بالحوار يقتنع حزب الله والرئيس نبيه بره أنه في شخصية أخرى تقدر تأمن هالتسوية الوطنية وتكون حاملة لمشروع إصلاحي. نعم. شكرا لك. شكرا لحضرتك استاذ قاسم قصير، على امل فعلا انه تكون مزيد مرحله من نجاحاتك، يعني الله يخليك، على امل فعلا انه تكون مرحله المحاصصات والفساد اللي حكم لبنان بالسنوات الطويله انه بقدر يعني شيء بينتهي دغري، بدك مسار انه نقلب اصلاح، بده مسار انه ندخل بهذا المسار، بس نكون على نحن معنيون بالمسار، من انه احنا نقعد على جنب. يعني ما هي ما هو السؤال انه هول القوى السياسيه نفسهم هن بدهم يرجعوا يفوتوا بمسار اصلاحي ليه؟ بس انه ممكن يصير في راي عام في لوبي لبناني، وهول النواب التغييرين بدل ما يكونوا سلبيين يصيروا ايجابيين، بمعنى حتى القوات اللبنانيه بدل ما تضل قاعده على الرف ما عم تعمل أي جهد للإصلاح، تشارك بالإصلاح وبالتسوية، إذا كانت شريكة بالتسوية فبعتقد ممكن تدفع باتجاه الإصلاح. نعم. شكرا لك أستاذ قاسم قصير مشددا على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقة. شكرا مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.